بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اليوم الاثنين 21/2/2022 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة عدد 3 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وستقوم المديرية بتسليمها على الفور لمديرية التضامن بالقاهرة لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا. جعل الله مصر عامرة بالخير وأعاننا جميعا على نشر الخير في ربوعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.